خلينا نتكلم شركة سعودية أول شيء هي يس هاي تايلر وقت وقت التكييف هي شركة سعودية ايش طيب. العارف مجال التكييف فنيين شو المدرسيات فنيين هنود وعندنا باكستان هم الفنيين المعتمدين عندنا هل كل يعني الدكت للفنيين خاص اي الدكت عند فنيين والخاص في فنيين ولا كله يركبون كل لا 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 عندنا قسم خاص بعمل التأسيس أول حاجة اللي هي الأعمال المتزامنة مع الأعمال الخرسانية من الحفر لين ما تخلص عندك عظم هذا القسم الأول عندنا قسم ثاني متخصص في أعمال التكسير اللي هي الأعمال الإنشائية بعد بناية بعد البلوك عندنا قسم متخصص يقص بالصاروخ على الجدران لتصريف الموية ودرين بايب والسيرموستات وكذا عندنا قسم بعده بيجي عندنا مجموعة ثالثة اللي هي متخصص في أعمال التمديدات النحاس والتركيب تركيب المكاين هذه مجموعة واحدة عندنا مجموعة رابعة اللي هي متخصص في أعمال الضغط عندنا آخر شيء عندنا تعاقد مع مصنع العربية لأعمال الجريلات اللي هي الواجهات اللي تيجي فوق الجبس هذه تقريبا خمسة أقسام عندنا بتخصص في المجال طيب الحين كم منكم مشاريع ماسكين ان شاء الله عندنا مشاريع كثير يعني اخر شيء الان شغالين في خلصنا 11 فيلا تبع لاحد المطورين اي احد المطورين 11 فيلا مسكتوها هذه 11 فيلا ما صار مسكتوها بالمكيفات مشروع متكامل كامل كامل تكييف واللي هو كونسيلت اللي هو مخفي الضغط والسبيريت حتى مروحه الشفط ماخذينها معانا شغالين على اللي هي المراوح الخاصه بالمطابخ ان كانت تحتاج ضغط يطلع لفوق او ان كانت تحتاج تاسيس مواسير وضعي قيمه دورات المياه وكذا هذه 11 فيلا خلفها في 17 فيلا تابع لاحد المطورين عندنا هنا خلف المكان مول عندنا 46 فيلا الان خلصنا منها 16 هذه طيب ما ياثر على عملكم 46 فيلا 21 او ما يأثر على هو يعني أنا أتكلم عن هي أنا إذا جاء ضغط أنت تسرع الإنجاز ما يأثر على جودة العمل هي الحمد لله عندنا عمالة كافية هذه الأولى زي ما قلت لك عمالة متخصصة بالإضافة إنه عمالة تكييف عمل تعب مراحل متمرحلة يعني هي مرحلة اليوم 16 فيلا هذه عندك المرحلة الأولى هذه كلها مرحلة عب إنشائي إحنا بنكون معاه لحد ما خلص العب خلصنا القسم هذا يكون أوريدي شغال يعني ما أنت في اليوم ما حيصبوا لك 19 جنيه او في اليوم ما حتصب 4 جنيه اللهم بالنتين بالنتين اي كده اليوم انا اليوم من الصباح الان مؤسس 4 جنيه خلصتها والحين بعد الظهر عندي 3 جنيه هنا في اليوم مع تابع لاحد المنتج الخاص هي قصر استراحه و3 جنيه اليوم خلصت 3 جنيه صرت الدور الاول عشان اسس المواسير بتاعته هطلع من هنا همشي الجوهرة عندي تأسيس في فيلا وخلصنا شو سألتك عن كم من العمالة عندنا حوالي 50 هل أنتم تشتغلون في كل مناطق الرياض ولا بس في الشمال الشرق ولا احنا شغالين في الرياض بصورة رسمية شمال جنوب شمال جنوب في الرفيع في النرجس في الأمانة كل هذه شمال جنوب اشتغلتوا الجنوب شغالين عندنا وزارة الدفاع شغالين فيها المكتب حق سمو ولي العهد محمد بن سلمان اشتغلنا فيها المكتب شغالين في وزارة الزراعة مكتب وكيل وزارة الزراعة اشتغلنا احنا اللي هو هناك في المجلس تقريبا طيب كيف متأكد انكم شغالين في مكتب سمو ولي العهد يمكن انكم شغالين في مكتب جنب لا 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 نفسه في صور اي عقود عندكم في عقود يا اللي بيشوفها معلش اسمحوا لي لان الناس تبعت تتاكد ان شروطي صحيح يعني تجي تسمع واحد يقول انا اشتغلت مثلا اشتغل الان في الديوان الملكي واشتغلت فيها بس هي على اساس انه انتم تكونوا
تكون مستقيم ولا لا؟ اي لا في في لا ولا كشخص ان شاء الله انك مصدق ولا محل احترام. عندنا اشغال خارج الرياض زي القصيم زي الدمام زي عندك اشتغل برضه اي في جدة برضه شغالين مشاريع احس ان المشاريع طايف اكبر من 50 عام تتوقع ما تحس انها والله احنا الحمد لله قادرين يعني احيانا بتحتاج تضطر انك تتعاون مع بعض الشركات مع بعض كذا في موضوع العماله لكن نادر ما يحصل الحمد لله الامور فيها ماشي يعني في الاداره ما شاء الله الاداره اذا كانت اداره جيده لازم اداره جيده وعندنا زميلنا اسمه ابو بكر هو المطور القائد الفني بالنسبه لنا هذا هو ما شاء الله عليه راجل حركي جدا وراجل طيب الان لو تكلمنا عن عملك ايش نوعية القيمة الموجودة عندكم هل تبدون اي شيء هل انتم موجود عندكم في مخازنكم ولا تكونوا من الوكلاء يعني شيء زي كذا نوعية الأشياء اللي موجودة عندكم هل وش اللي صنع عندكم وش اللي صنع تعاونين مع مصانع ثانية نحن زي ما سبق وقلت لك بالنسبة لعمل الجريل اللي هي اللوحة الخارجية نشتغلها في المصنع بالنسبة لعمل ضبط عندنا في الورشة بتاعتنا نصنع ضبط كامل بمواصفاته كلها نتصنع في الورشة نوعية الحديد فيه عندنا شغالين بالصايد سابق 07 وصايد سابق 06 وش توصي فيه انت في الصاج؟ الصاج الاثنين جيدين ما في كلام احنا في الفترة الأخيرة اعتمدنا 07 كشيء أساسي عندنا في المين ضبط اللي احنا نضمن مشاكل الصوت عندنا يعني أحيانا الصاج كل ما خف الصاج كل ما الهواء تبع الهواء صار يرفع الصاج ينزل يعمل طق طق يطلع معك لكن حسب التجربه 06 جي ما في كلام هذا اللي مستخدم الان هذا اللي مستخدم الان الدائري 06 احنا الان شغالين بتقنيه اعلى شويه اللي هو 07 عشان نكفي الباب هذا تماما وعندنا مواصفات كثيره في الموضوع الاشياء اللي عندكم اللي تتعلق بالعزل اي كم مقاس هذا اللي تستخدمه؟ ال 24 24 وش هو صناعته؟ اتوقع كويت كويت اتوقع اتوقع كويت اتوقع كويت بس انا ما وهل هو شفته من يعني في اي مشاكل ولا ما في الامور كلها ما في مشاكل لان احنا عندنا بعد العزل هذا ما بنعتمد عليه اعتماد كلي عندنا قماش مغرى باكستاني مغرى بنلفه على الضغط كامل اتوقع انا ارسلت لك صوره ليش طيب هذا يحافظ على العزل نفسه انا شوف قماش يستخدمه المطاعم بس لا هو عاده القماش يستخدموه منظر او دور اي او دور المنظر جمالي يصبغون ايوه هو مش منظر جمالي هو بحافظ لك يعني مهمته في الاو دور انه الشمس ما تاثر على العزل مش بعد فتره تجي تلقى العزل هذا القطعه بتاعت الالومنيوم الرقيقه هذه تتلف مع الشمس فالقماش هذا يطول لك عمر العزل عرفت علي؟ وهذه كلها من ضمن السعر نفسه لما اي من ضمن السعر من ضمن السعر فاحنا الان بنستخدمه جوا بنزيد منه سرعه الضغط جوا جوا وين؟ جوا جوا البيت اندور يعني داخل الدكت لا هو قطعه خارجيه إيه؟ عزل خارجي لكن انا بتكلم عليه انه افضل اكثر استخداماته خارجي في الاوت دور الدكت اللي من برا من داخل على البيت جوا احنا عندنا جوا هذا نفسه مغطى بالقماش من برا عشان يزيد لك من سماعه الضغط يزيد لك من تماسك الضغط يمنع الضغط وعنك الاصوات تماما ما تكون في اي اصوات ان شاء الله ويحافظ على العزل نفسه احيانا العزل هذا يتعرض للخدوش عن طريق تلقى بعض المقاولين يخلي لك مسمار قاعد فوق في السقف يخلي لك حديده نازله هذه تخدش العزل طور في العزل انه فيها الماده بتاعت الحراريه هذه زي احنا سمعنا انه مويه النار زي اذا لمست الجسم تخلي عندك حكه تعمل لك حكه الحكه هذه عشان تتفادى المكان هذا تغطيها دائما هم بغطوها بالالومنيوم الرقيق بعد الالومنيوم احنا عندنا القماش المغطى مع العزل مع العزل هذا تمام عندنا من جوا الضغط عندنا عزل ثاني افيكو العزل هذا برضه عنده سماكه معينه 22 هذا من جوا الضغط من منطقه الكونكشن بتاعت الماكينه نفسها ويا ريت لو يكون في تصوير ان شاء الله من الموقع انا بوريك الموقع بوريك كيف طريقه الشغل الماكينه هذه في الضغط بيجي عريض منها يمكن بعرض 70 80 سم سوري بعرض 120
ينزل معك لحد ما يقابل القطة الرئيسية. بيجي شكل المثلث هذا. أي. المثلث هذا بيجي نعزل من الداخل غير العرض الخارجي نعزل من الداخل ونعزل متر كمان بعده. هذا يمنع لك الرطوبة. هو الرطوبة تيجي أصلا من تلامس السطح البارد مع الهواء الخارجي. هذا العزل تماماً بيغيك من الموضوع هذا خفف لك الأصوات تماماً. أنا ما يعني المواد أكثر من شركة صار نلقى تفاصيل زي كذا. ما إحنا لأنه اشتغلنا مع زي ما تفضلت. وأنتم كنتم تستفيدون من الدروس هذا اللي تجدونه يعني لا. زي 06 أنا ما يعني كان أقل فائدة حتى في 07 أنا. 07 ليه؟ لأن إحنا أغلب شغلنا معتمد على شركات مطورة. الشركات المطورة فيها مكاتب استشارية تستلم منك الأعمال بتاعتك. بيطلبوا مواصفات معينة اللي هي بيطلبوا اختبار الدخان، بيطلبوا منك العزل الداخلي، بيطلبوا منك القماش. هذا من عندنا صراحة إضافة. طيب خليني أوقفك علشان بس ما أنسى النقطة هذا اللي تجي بشيء. اختبار الدخان اختبار النظام ككل بعد ما تخلص. أيه. أنتم بأجهزة معينة ولا بس تشغلون وتشوفون إذا في اهتزازات في ليك في شيء؟ هي كيف تعتبرون هي؟ احنا عندنا جهاز بتاع قياس تدفق الهواء CFM. هو لا يعتبر دخان، لا يعتبر اختبار. اللي هم اذا عندك مشكله في بعض الاماكن بتضطر تجيب في مروحه كده بتقيس بها CFM اللي طالع من الماكينه. هذه القوه CFM اللي قوه دفع الهواء. هو دفع الهواء، كميه الهواء اللي طالع من الماكينه. عرفت علي؟ ليش؟ لانه احيانا بعض المرات يجي العميل يقول لك والله انا المنطقه هذه بارده لكن المنطقه هذه مش بارده. فهذه احنا عندنا تختبرها بالمروحه دي. غيرها احنا عندنا في التفاصيل بتاعت الدكت اللي كنت ماشي لك عليها عندنا كل مخارج الهواء الفليكسبل هذا بيركب فليكسبل 10 بوصه. في كل مخارج الهواء حاجه اسمها دامبر بوابه. هذه البوابه مهمتها تتحكم لك في كميه الهواء الطالع في المنطقه. حسيت انه كثير لانه احيانا اقرب الفتحات للماكينه هي اللي تطلع هواء اكثر. الاخير احيانا يتضرر ببعد من المصدر. فتسكر هنا الدامبر شويه تخليه مفتوح في النص. هو يتسكر نفسه ولا لا؟ تسكره هو مانوال، تسكره بمفك سكرو. احنا بنعمل له بالانس او بنعمل له معايره. ايوه معايره قبل مع التشغيل. هذه الاختبار اللي انت بتتكلم عنه اختبار الكلي بيتم عن طريق التشغيل. الاهتزاز لو انت مشيت المواصفات المطلوبه منك اللي هي بتمنع بتركب مانع الاهتزاز بين الدكتور والماكينه ما يكون في اهتزاز عاده. تثبيت بتاعك على الخرسانه ما على الاهتزاز مو من ضمن سعر العقد ولا ضمن العقد من ضمن العقد كله من ضمن العقد بس يكون مذكور ان هذا ما مذكور في المواصفات موجود وانت شفت المواصفات اللي عندك موجوده موجود مانع الاهتزاز موجود الدامبر خارج الهواء موجود السماكه بتاعت الفليكسبل اللي هي 10 نقطه اللي هي برضه بتساعدك في موضوع الصوت تماما موجود انه البلين بوكس البوكس المفتوح على مخرج الهواء الاخير هذا معزول من الداخل وهذا اللي ممكن يكون الصاج بتاعه بالنسبه لنا احنا مسموح انه يكون 06 لانه هو اوريدي ما عليه ضغط هو شيء مفتوح. عرفت علي؟ اما الضغط الرئيسي لا الضغط الرئيسي هو عباره عن مسار للهواء منفوخ. اي انحباس انت لو سكرت اليوم الجريل خلاص هو اتنفخ. لازم الجريل لا تقريبا شغل ورشه لا لا المصنع احنا ما عندنا احنا في الورشه ممكن نصنع بس في مصانع تتعاونون اي في مصانع احنا الورشه دائما انت تعرف انه في الشكل الجمالي المخرجات حقتها بتكون مش جماليه خالص المصانع هي اللي بتعطيك الشغل الجميل فالجريل احنا عندكم مصنع تتعامل معه ولا في عده مصانع؟ عندنا ثلاث مصانع اسم السما والربيعه والعربيه وممكن اخذ حاجه شغالين مع العربيه اكثر شيء زي ما قلت لك الجريل احنا بالنسبه لنا عن تجربه مهمته ديكور مش تشجيع مش توزيع عارف احنا متحكم فيه من الدنابر اللي جوا الجريل اللهم شكل ما اكثر من كده لانه انت تشوف عندك جريل على ارتفاع 3 امتار فما كل يوم حتطلع بسلم تنزل الجريل توديه شمال توديه يمين اوريدي انا بعمل لك بالانس من البدايه بعمل لك معايره بالتكييف باعتبار انه يكون موزون عندك في الغرفه ثاني حاجه اصلا التكييف المخفي ما بيعتمد على دفع الهواء بيعتمد على السيركيليشن هو مداورة الهواء تدوير الهواء في الغرفة انت لازم يكون الدفع بتاعك مظبوط ومرتاح جدا ما يكون فيه اصوات ولازم السحب بتاعك يكون برضه مظبوط هو بيعتمد على اعتماد كلي على السحب سحبك مظبوط تبريدك مظبوط
يعني لا تجي وتحط الماكينة في مكان مخنوق، الماكينة طلعت الهواء معك تسحب كذا. أنا المبغى مطول حتى ما ناخذ من وقتك ولا ناخذ من وقت اللي بيشوفك. بعد ما تركبون وتشغلون كل شيء، هل في عقد للتركيبات؟ كلام عن كيف أتكلم عن تركيبكم أنتم، هل أنتم تضمنون شغلكم؟ هي عندنا ضمان لعمالنا لمدة سنة كاملة. ضمان لعمالنا. وش الضمان شامل؟ يشمل أي مشاكل، لا سمح الله لو حصل تهريب للمويه، لو حصل تهريب للفريون، لو حصلت مشاكل في المكيف نفسه، احنا عن طريقنا بنحولها للوكيل. طيب ما تشوف سنه قليله؟ هو دائما عيب التكييف تصير معك في ثلاثه. في كم؟ ثلاثه ايام. ثلاثه ايام؟ اي فقط. يعني انت اليوم اشتغلنا فيه، احنا بنوصل لصاحب الموقع انه تشغل المكيفات ثلاثه ايام. مستمره؟ ثلاثه ايام مستمره. بتصرف لو في مشاكل بتاعت مويه، بتصرف لو في ليك. فريون اصلا ما يستحمل انه يقعد مسافه طويله. الشيء الثالث المهم انه احيانا بعد ما تشغل التكييف تحصل معك كركات في الدبس، اذا كان الدبس فيه مشاكل او الدبس العادي البروده تعرف بتعمل لك كركات في الدبس. فبنطلب منه يشغل ثلاث ايام على اساس انه اذا بتاع الدبس ظهرت ولا سمح الله كركات يقدر شقوق يقدر يعالجها، ونحن اذا ظهرت معنا اي مشاكل نقدر نتداركها في الوقت المطلوب. زين. ما تكلمنا عن اسعار الترك، كم تاخذون؟ كم سعر الترك؟ النحاس وش نوعيته اللي موجود عندكم؟ كم سعر المتر؟ احنا عندنا النحاس الامريكي، احنا متعاونين مع فواز. وش هو الامريكي؟ المولر؟ المولر الامريكي، اي من الوكيل نفسه، احنا ما قاعد نشتري من السوق، الوكيل نفسه عنده مندوب بيجيبنا لهنا. حتى من فتره كان مقطوع ووقفنا كل تمديداتنا. كم سعره؟ عندنا سعر المتر تمديده ب 8 ريال. النحاس معزول ماسورتين بعزل، عندك مرفوف ديتيل تايواني، الاسلاك كلها الفنار، الاسلاك على حسب يعني المخفي بيحتاج منك ثلاث اسلاك عاده، بتكون من 2.5 ملي احيانا مع انه وقت تحتاج، احيانا ممكن تكون 4 ملي، ممكن تكون 1.5 ملي، لكن احنا معتمدين بالنسبه لنا كحل وسط انه هو 2.5 ملي لان اسلاك كنترول. السبيريت احيانا بيحتاج منك تمديد الى 6 اسلاك إلى 7 أسلاك بعض الشيء. طيب الدفت كيف تنتج؟ بالمتر ولا كيف تحسبونه؟ حطيت عندنا بالأمتار. كم سعر؟ بالأمتار والله شوف الأمتار تصل معك 150 160 للمتر. للمتر. طيب في أنا جالس مع واحد من الإخوان قبل فترة يقول لهم كانوا يشوفون على فلن وفيها فيها تمديدات للدفت. اكتشفوا في بداية الدفت إنه في إنه سابق 06، بس بعدين اكتشفوا ان شركات اخرى بدون ما نسميها اقل بكثير جوده من السابق، مع انه انه يكون سابق 06. احيانا تلقى ممكن يكون في ناس في ناس من الغش هذا، في نوع من الغش موجود، ما اقول لك ما في. في نوع من الغش في النحاس، هو النحاس والدك هو شغل هذا هو اللي اصلا هو اللي عندك انت، الماكينه بتجيك مقفله من الوكيل بتركبها. اما مع انه لو الناس نظرت للفروقات بين الاصلي والمتلاعبين فيه تلقى شيء ما يستاهل اصلا، ما يستاهل انك تخسر سمعتك. تخسر سمعتك بينما تبني سمعه جيده. بالضبط. يمكن ان تجيك واحد من الشمال يبغاك تركب. بالضبط. او واحد من الجنوب او واحد من الغربيه، يعني سمعتك جيده. هذا بس السمعه تبنى، هي الفلوس مش الحمد لله. احنا يمكن انت لو لاحظت احنا ما عندنا مناديب تماما صورة رسمية إنه هم يمشي يوزعوا قروض وكذا. إحنا أغلب شغلنا عن طريق يعني اليوم تعاقدت معك أنت حتجيب لي ورقة، حتجيب لي صديق. هذا المكسب. طيب إذا كان أغلب شغلنا كذا. طيب شو أقرب أنا أقرب المكيفات؟ شو المكيفات اللي أنتم تجيبونها؟ هم الوكلاء تجيبونها؟ إحنا موزعين الخبر من الوكلاء. إحنا عندنا مستودع هنا سعته معها كبيرة شديد، بنقسم فيها الحاجات اللي ممكن للعقود اللي يعني هي البسيطة أو احترازية، في حاجات بتكون حقها في المستودع هنا، لكن غالبا احنا موزعين لعدد من الوكلاء، لعدد من البراندات اللي هي ابتداء من فوجي من ال جي لكارين لترين لدايكن
يعني تقدر تقول كل الوكلاء احنا عندنا معاهم لين. انا دايركت توزعوا لي؟ اي انا عارف ما عندك موزعين يعني لازم مثلا انت تبي دايركت تطلب من الوكيل الرسمي. ما نحن اوريدي احنا يعني ما عندك تخزين انا اقصد. لا لا انا ما عندي تخزين. ما عندك تخزين؟ لا لا انا ما اخزن. وعنده مشكله في توفير السائل المكيفات. لا لكن ما عندنا مشكله، يمكن المشكله الاخيره ظهرت معنا اللي واجهناها فعليا كانت مع شركه فوجي، كان شوي عندهم مشاكل لكن الحمد لله الان اليوم اسبوع بدا فوجي التايلنديه. فوجي التايلندي تجمع في تايلند والقطعه كلها ياباني. هو زيه زي الوا جنرال بس الوكلاء هنا مختلفين. هذا كان الشركه الاساسيه وهذا زكزو. كم خبرتك في التكييف؟ انا في المملكه هنا لي 7 سنين كلها في التكييف. كلها في التكييف. قبل كنت في شركه قبل هذه اسمها نسوان الجديد اتوقع كلها تكييف. كلها تكييف. طيب وش تنصح الناس افضل سبيلتي الان وافضل كونسيل مكيفات مخفيه من خلال خبرتك يعني؟ والله شوف السبيلت من خلال خبرتي انا الفوجي ممتاز جدا، جهاز جيد، جهاز محترم ما في كلام. الجري برضو ماخذ سمعه ممتازه جدا. جهاز الماندي، جهاز الماندي بلس ممتاز. اكثر من ثاني عندك في اليوجين برضو انا شايف جهاز محترم جدا، جهاز محترم جدا. في عندك هذا بالنسبه للسبيلت. نرجع التكييف كيفات المخفيه. المخفيات المخفيه برضه ذلك الشيء الدارج عندنا. انا ما ابغى الدارج، انت خبرتك ايش تنصح الناس فيه؟ انا بنصح في ترين. ترين ترين جهاز محترم جدا، جهاز ممتاز حتى عنده اذا ما كله صين طبعا عدا يمكن الفوجي اللي كنا نتكلم. لا ترين امريكي. امريكي امريكي ترين امريكي. اوكي ترين امريكي. الفوجي ياباني تايلندي او جنرال اللي هو الفوجي جهاز ممتاز، او جنرال جهاز ممتاز. ال جي جهاز ممتاز، كانت قبل سنتين في بعض المشاكل في التجميع اللي هو ينقل معك هو كذا، لكن الحمد لله حسن الان جهاز محترم جدا ما في كلام. ما طرقت الجري كونسيت. الجري كونسيت جهاز يعتبر جديد وللان احنا اشتغلنا فيه مشاريع كثيره وله يعني احنا بصورته الجديده هذه يمكن انا ما بنصح فيه خالص لانه جهاز صيني مدين يصنع ويجمع في الصين وغير مجرب زي الاجهزه اللي كتكييف مخفي. كتكييف مخفي كجوده ما في كلام. الشركه هي على يعني لها سمعه. لها سمعه تمام. كجوده ما في كلام لكن كتجربه في التكييف المخفي. التكييف المخفي لسه. طيب لو قلنا نصنف لي انت اعطيهم ثلاث افضل ثلاث كونسيلت انت بتلاحظ في التكييف المخفي. ترين، دايكن، اوكي. وش بعد تبغى تقول للناس؟ والله يا اخي ابغى اقول للناس يعني التكييف هو بحر طويل وعريض. صحيح. اي فالناس دائما المفروض تتريس في عقودها لانه احيانا يعني بعض الشركات يعني اليوم انا مثلا بقدم عرض في ملاحظات الناس ما بتحب تذكرها. يعني الان كمثال الفوجي مرسل كتالوج انه ياخذ درجة الحرارة مقسمة لثلاث درجات اللي هي تي 1 تي 2 تي 3 تبدا معك من 25. بس عشان نوضح للناس تي 1 او تي 3 اللي هو في الصيف كم يعمل كم يعطيك تبريد في الصيف هذا التي 3. ايوه هذا التي 3 يعني درجة الحرارة ما بين مثلا 40 لحد 45. درجة الحرارة في التي 2 ما بين 35 لحد 40. في التي 1 من 25 لحد 30 كذا. فالمكيف هذا في الكتالوج موضح لك انه يا اخي ال 5 طن ما يعطيك 5 طن في التي 3 ما يعطيك 5 طن في التي 2 يعطيك 5 طن في التي 1 اي هذه اي فهذه انت لما انا اليوم لما اعمل عرض سعر لتكييف بحط في حساباتي المواضيع هذه كلها بيجي بيقول لي صاحب العرض يقول لي يا اخي انت مزود لي التكييف اقول له يا اخي والله ما مزود التكييف لانه انا عارف انه في عوامل الان صارت تاثر على المكيفات ما بنفس الجوده الاولى تغيرت في اليوم من ار 22 ل ار الى اي 410 ففي تفاصيل انا اعرفها وانا اعطيتك اياها هذه الكتالوج هذه المواصفات اللي احنا شغالين عليها فيفترض الناس تراعي الحته دي فيجيك واحد مثلا الغرفه هذه تحتاج لثلاثه طن يركب لك فيها اثنين طن
لما انت تمسك العقد انا بعمل لك عقد سعر ب 140 الف. السلام عليكم. كيف حال الشباب؟ شو هناك كلها واحده كلها تستهلك والله جايين دانكن تعتبر كلها واحده، لكن صارت الان في بعض الاجهزه تشتغل على 380 الكهرباء الجديده، فهذه شويه موفره في الطاقه اكثر من انك تشتري لك جهاز يشتغل على 220، ففيها صار توفير اكثر من هذه الشغله. يعني زمان كنا نركب 50 امبير للمكيف مثلا الفودي نفسه على اللي كان يشتغل على 220 القاطع بتاعه يكون 50 امبير، الان صرنا نركب 15 20 30 امبير. معليش خلينا نكثر كمان هيك. طيب ابغى اعرف سعر، انا انت ارسلت لي سعر، انا ارسلت لك مخطط على انك تراجعه. ايه لا لا شفت انا ما عندي اي مشكله، ابغى اعرف سعر الحين لل اعطيني اختيار ما بين اثنين ككونسيل، بس كونسيل خلينا نسبه الكونسيل، اعرف سعر للكونسيل وش وش تنصحني به؟ دايكن عندك، دايكن عندك، زين زين عندك الفوج لا ناخذ الفوجي وناخذ الدايكن. اوكي اعطيني عن السعر ما عندي تقدر تعطيني الحين ولا ترسل لي اياها؟ شوف الحين جايين طارق